اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. ناس الاول مره تشوفنا القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش ناخد لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. بعد زياده مصداقيه القناه لدى الجميع بتتوالى المطالبات بعمل ريفيوهات عن مكملات التخسيس المشهوره خاصه بعد وصفها وكتابتها من قبل اطباء التغذيه. من ضمن المنتجات اللي اتسالت عليها منتج اسمه دايت فرينزي ونقط الحرق اللي هي كيتو ادروبس. هنعرف تفاصيل المنتجين دول في الفيديو ده بكل التفاصيل ولكن بعد فاصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانيه في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو منتج الدايت فرينزي؟ الاول نشوف الدعايه بتقول ايه على المنتج ده. الدعايه بتقول ان منتج دايت فرينزي اقوى كبسولات لسد الشهيه وحرق الدهون بمعدل 3000 كالوري يوميا. الدعايه بتقول ان دايت فرينزي الساحر صانع المعجزات اللي خسس نص ستات مصر رقم واحد كبديل لتكميم المعده، لانه بيدمر الخلايا الدهنيه وقاطع الشهيه، بيعمل على فقدان الوزن من البطن والفخدين، بينصح به الاطباء لفقدان الوزن الزائد بامان تام. الدعايه بتقول ان دايت فرينزي بيقلل الام الجوع وبيمنع امتصاص الدهون من الجسم. عند التواصل اونلاين والسؤال على نتائج المنتج قالوا لنا ان تظهر النتائج من اليوم الاول للاستخدام، بيخسسك 15 كيلو في الشهر. وعند السؤال على الاثار الجانبيه قالوا ان هو بدون اعراض جانبيه، لا توتر ولا صداع ولا غثيان. طب سالناهم على الجرعه بتاعه دايت فرينزي، قالوا انك انت هتاخد كبسوله قبل الفطار بنص ساعه. سالناهم صراحه هل بيخسس بدون نظام غذائي او رياضه، قالوا نعم، بدون تقييد السعرات الحراريه او تغيير في الروتين اليومي وبدون ممارسه الرياضه. السعر يا جماعه بعد مداولات عديده وصلنا لسعر العلبه 499 جنيه. طيب دكتور، ايه هي حقيقه المنتج؟ المنتج يا جماعه انتاج شركه هيربال ماكس الامريكيه، علبه فيها 40 كبسوله. المكونات اللي موجوده في المنتج: الجارسينيا كامبوجيا، خلاصة الشاي الأخضر، خلاصة القهوة الخضراء، خلاصة الصبار، مستخلص التوت البري، ومستخلص فاكهة الكيوي، وخلاصة الستريت المغنيسيوم النباتية، والزعرور البري، وصمغ الغار، وفي فيتامينات دي والفوليك أسيد وفيتامين بي 12. طيب إيه هي الآثار الجانبية لهذا المنتج؟ بعد التواصل مع ناس أخذت المنتج بالفعل يا جماعة قالوا لا، المنتج ليه آثار جانبية ما زيش ما هم بيقولوا في الدعايه ان هو بدون اثار جانبيه. بيعمل الم في المعده، دوار ودوخه وقيء وغثيان وانتفاخ، وفي بعض الناس بينزلوا الدم من فتحه الشرج، عطش شديد، تراكم الكالسيوم بالجسم اللي هو فرط الكالسيوم وتكون حصوات الكالسيوم بالكلى، تلف الكبد، نقص عنصر الحديد. على مستوى الجهاز العصبي عمل اضطرابات في النوم، قلق وارق وزود ضغط الدم، عمل لهم توتر وعصبيه، عدم انتظام في ضربات القلب، عمل اصفرار في الجلد وبياض العين، بيزود ضغط العين لمدة نص ساعة بعد تناول المنتج ويستمر لمدة 90 دقيقة بعد تناوله، عمل خلل في الالكترولايت بتاعت الجسم، عمل قلة نشاط، صعوبة التنفس، ضعف العضلات وزيادة التعرق. طب موانع استعمال المنتج ما زيش برضو الدعاية ما بتقول ان هو ممكن صالح لجميع الناس. المواد الفعالة الموجودة في المنتج بتعبر المشيمة يا جماعة وبتصل للجنين وممكن تعمل لي اجهاض وعيوب خلقيه، فما ينفعش الحوام. بالنسبه للرضاعه بيفرز في اللبن، بيسبب مشاكل للرضيع. طب ايه اللي ممكن يحصل للرضيع لو المنتجات دي او المواد الفعاله موجوده في المنتج وصلت للرضيع؟ بيعمل فقر دم، اضطرابات في نزيف الدم، الاصابه بالسكر، الاسهال، الجلوكوما، هشاشه العظام، مرض الامعاء الالتهابي. كمان يا جماعه ممنوع لمرضى الكلى ومرضى الضغط ومرضى السكر ومرضى الكبد، وممنوع لمرضى متلازمه القولون العصبي. طيب دكتور، هل المنتج ده ليه اي تدخلات دوائيه؟ بالنسبه يا جماعه للمنتج ممكن يتداخل مع حصرات البيتا، الناس اللي بتاخد الكونكور والحاجات اللي زيه، بيتداخل مع الافيدر، مع مضادات الاكتئاب، لو اتاخده مع دول بيزود عنده الضغط لمستويات خطيره جدا تؤدي للاغماء واحيانا للوفاه. كمان ما ينفعش مع الامفيتامين لان هيزود تحفيز السي ان اس اللي هو السنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي. كمان ما ينفعش مع الناس اللي بتاخد المسكنات النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز النازايدز اللي هو المسكنات الغير استرويديه، دي بتزود نزيف الجهاز الهضمي مع الدواء ده.
كمان ما ينفعش مع حمض الفوليك والنادولول ودواء البورتيزوميب، لان هيقلل فعاليه هذه الادويه. الناس اللي بتاخد ادويه كوليسترول زي السيمفاستاتين هيزيد تركيزها بالدم. كمان ادويه المضادات الحيويه اللي هي الكينولونز زي السيبروفلوكساسين والمضادات الحيويه الشبيهه بيها، كمان ممنوع تناوله مع المضادات الحيويه اللي هي الكينولون زي السيبروفلوكساسين وغيرها، موانع الحمل الهرمونيه ودواء الاكتئاب فلو فوكسامين والكلوزابين. كل ده بيقلل تكسير المواد الفعاله الموجوده في المنتج بتاع التخسيس، وبالتالي هيزود الاثار الجانبيه بتاعته. خلي بالكم المنتج بيقلل امتصاص الادويه في الجسم. المنتج يا جماعه له اعراض تشبه تناول الادويه الموسعه للشرايين، وبالتالي ممنوع تناوله مع ادويه الفياجرا، ادويه القلب، ادويه النترات، ادويه السيوله زي الاسبرين كلوبيدوجريل اللي هو زي البلافكس وغيره، الوارفارين. طب اهم الاحتياطات اللي لازم تعرفوه عن هذا المنتج ان مستخلص الشاي الاخضر اللي موجود فيه بيحتوي على ما لا يقل عن 1000 ملي جرام من مضادات الاكسده، عكس منقوع الشاي الاخضر اللي احنا بنشربه العادي في البيت بيحتوي من 90 ل 300 ملي جرام من مضادات الاكسده. الدراسات بتقول ان تناول اكتر من 800 ملي جرام من مضادات الاكسده الموجوده في الشاي الاخضر بتعمل لي اضطرابات خطيره بالكبد. كمان يا جماعه وجود الفوليك اسيد في المكمل، لازم تعرفوا ان في حاله عدم وجود نقص في الفوليك اسيد في الجسم فان تناوله بجرعات تتراوح ما بين 800 مايكرو جرام ل 1 ملي جرام بيزود فرص الاصابه بالسرطان زي سرطان الرئه وسرطان البروستاتا. كمان تناول حمض الفوليك مع فيتامين بي 6 بيزود فرص الاصابه بالنوبات القلبيه طالما انت جسمك مفيش احتياج ليهم. ايضا المنتج يحتوي على فيتامين ب 12، وفي حاله عدم وجود نقص في هذا الفيتامين بالجسم بيحصل اصابه باضطرابات الكبد، لان فيتامين ب 12 من الفيتامينات اللي بيخزنها الجسم في حاله زيادتها في الكبد. طب دكتور حقيقه فعاليه هذا المنتج، هل بيخسس فعلا بدون نظام غذائي او رياضه؟ لا يا جماعه. نيجي بقى للدواء الثاني اللي هو الكيتو دروبس. الكيتو دروبس دي يا جماعه الدعايه بتقول عليها ان الدواء الوحيد بالقوه الثلاثيه اللي بيعمل على ثلاث محاور، بيزود الاحساس عندك بالشبع بين الوجبات حتى 8 ساعات، بيساعد على سد الشهيه، الدعايه بتقول بيعمل مضاعفه حرق الدهون 4 اضعاف، الدعايه بتقول ان هو بيعمل تفتيت للخلايا الدهنيه في اماكن تجمع الدهون في البطن والارداف والذراعين، الدعايه بتقول ان هو بيقلل كميه الطعام ويكسر الدهون في الجسم وبيمنع امتصاص الدهون من الاكل وبيمنع تخزين اي دهون جديده. الدعايه بتقول ان نقط الكيتو او الكيتو دروبس بتزود الاحساس بالشبع عن طريق ان هي بتمنع الجوع والاكل اخر الليل، وبتقلل كمان امتصاص النشويات والكوليسترول. الدعايه بتقول ان الكيتو دروبس الشريك السهل لرحله انقاص الوزن الجسم لجسم ممشوق القوام، وبيقول لكل الناس كلوا براحتكم ما تشيلوش هم الميزان، لانه يعتبر اسهل طريقه للتخلص من الترهلات بعد كمان عمليه التخسيس. الدعايه بتقول ان الكيتو دروبس بتوفر 50% من احتياج الجسم للالياف يوميا وبتمنع الامساك اثناء الرجيم. لما سالناهم يا جماعه هل توجد لي اي اثار جانبيه او موانع استعمال، قالوا لا بالعكس ده امن كمان على مرضى السكر لانه خالي من المواد الضاره. لما سالناهم على النتائج قال ان النقط دي بتخسسك من 4 ل 8 كيلو شهريا، واثبت فعاليه في التخسيس مع اكتر من 10000 مستخدم. طب الجرعه بتاعته قد ايه؟ قال لك هتحط 15 نقطه على نص كوبايه ميه قبل الغداء بنص ساعه. طيب نيجي نشوف حقيقة المنتج. المكونات اللي موجودة في النقط دي يا جماعة عبارة عن قشور السينيوم والكروميوم وبودرة الأناناس. المنتج ليه أثار جانبية؟ طبعا يا جماعة في ناس استخدمت المنتج جالها حساسية في صورة انتفاخ وغازات وألام وتشنجات في البطن، في ناس جالها غثيان ودوار وألام المعدة، في ناس حصل لها تهيج في بطانة الأنف وتقرحات ورشح في الأنف وكحة وربو وضيق تنفس وتضرر الكبد والكلى. في دراسة علمية حديثة للأسف هصدم بيها معظم الناس، أشرف عليها باحثون أستراليون، قالوا إن استخدام مكملات الكروم الغذائية على المدى الطويل بتزود خطر الإصابة بالسرطان، حيث أكدوا أن الكروم بياخد شكل مختلف داخل الجسم وبيتحول لكروم سداسي التكافؤ، ودي مادة مسرطنة بتزود خطر الإصابة بالسرطان عندما تدخل الخلايا. الكارثة الحقيقية هي ان نقص عنصر الكروم بالجسم حاجه نادره جدا لانه متوفر في العديد من الانظمه الغذائيه، يعني من الاطعمه يا جماعه. النقص الحاد كمان لو حد عنده نقص حاد في الكروميوم بنعالجه بجرعه 10 مايكرو جرام يوميا، يعني حاجه ضئيله جدا. ايضا الناس اللي تناولت لحد 1000 مايكرو جرام يوميا من منتجات الكروميوم خسوا 1.1 كيلو جرام خلال 3 ل 4 شهور، وده عن طريق ايه؟ عن طريق الرابيدو مايلوز، عمل تحلل للعضلات.
وبالتالي سيادتك اول ما هتوقف المنتجات دي هيزود الوزن عندك مره اخرى بعد التوقف عن تناولها. طيب ليه موانع استعمال للكيتو دروبس؟ طبعا يا جماعه في الحمل والرضاعه، الاطفال اقل من 18 سنه، مرضى القولون العصبي، الناس اللي عندها انسداد في الجهاز الهضمي او اختناق في المريء. طب هل ليها اي تدخلات دوائيه؟ طبعا المنتج بيؤثر على امتصاص الادويه، خاصه دواء الكربامازيبين وادويه السكر زي الانسولين والجليميبرايد. طب دكتور هل الكيتو دروبس زي ما بيقولوا بيخسس بدون نظام غذائي او لا؟ لا للاسف يا جماعه. لذلك بقول لكل الناس احذروا الدعايه المضلله للادويه والمكملات. الادويه يا جماعه للاستخدام الطارئ فقط، المكملات لا تغني ولا تسمن من جوع. اذا كنت متوهم بوجود منتج سحري لنزف الوزن فانت واهم، وهناك الكثير في انتظار شخص مثلك لتحقيق الارباح من وراء اوهامه، فلا تكن انت ذلك الشخص. رحله التخسيس بتتم بناء على تفاصيل الحاله الصحيه وعمل تقييم غذائي نيوتريشنال اسسمنت، وبناء عليه بنضع برنامج غذائي احترافي للتخلص من السمنه ومضاعفاتها بلا رجعه. من له اذنان للسمع فليسمع. لا تنسوا متابعتي على صفحة صحة وتخسيس على الفيسبوك وعلى قناة التيك توك والكواي باسم دكتور حنس حشمت لمزيد من الفيديوهات القصيرة حول الصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. أتمنى الفيديو عجبنا، ولو عجبنا ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. يا ريت يا جماعة ما ننساش شير الفيديو كل الناس عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلامة.